اللي تقال انه بلال فضيلي ربما معناها يخرج مع اللاعبين، ربما يسهر مع اللاعبين يعني كواليس. اسمع، لا 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 بشير، بشير بلال فضيلي يصلي 5 سنوات حاضره ويرقد. لا ما قلت لا يسهر، لا ما نسهرش، لا لا ما نسهرش. شو اقول لك؟ لا ما نسهرش، ما يسهرش. انا توا صارت بعدك شويه اخر طنتك دورة ما تسهر. حكيت السهرية هذه راهو ما فماش منها، فهمت؟ نجم تكون فهمت. أما لكن كما كنت نحكي لك، شوف باش نزيدها، فما نقطة مهمة ياسر. راهو أنا ما نقولش وديع الجيري عنده قناعاته، وقت اللي عمل لك هيكا ينجم يكون هو يحب يحمي المنتخب زاد. راهو شو قلت لك أنا؟ راهو مانيش نشيطن لك في وديع الجيري. ينجم وديع الجيري وقتها يقول لك أنا ما نعملش كيستيونير نبيل معلول، لأنه باش يشوشر لي الجو والونترنور، وينجم يعمل رياكسيون، ينجم يعمل ديكلاراسيون. شوف راهو ينجم يكون مخه هو مش مخي انا. انا راهو جو نديت يان با لا فيريتي ابسولو، مش معناه اللي عملته وانا صحيح، اللي عملته انا ما بتفرضوا عليا، لكن مش معناه صحيح. ينجم يكون انا كان جيت في بلاصته باش نحمي المنتخب وباش نحمي الملعبيه، نجيب من جانب المدرب. سكندر للتاريخ بصراحه في وقت اللي معناها قوه معناها المكتب الجامعي وديع الجري معناها يحكم باحكام ومكتب جامعي قوي معناها. قلت كان بلال الجري وقبل وقبل كوب دي موند، معناه قبل استحقاق وقتها، معناه كوب دي موند، ونبيل معلول موجود على رأس المنتخب، وبلال الفضيلي هو ومن معه من الأول. كنتوا خمسة، كنا خمسة بعد ثلاثة، لكن الناس الكل مشات لكأس العالم. لأنه مش حمل نقول لك حاجة، خاطر مهم ياسر، وأنه المسؤول يكون مش طماع. مهم ياسر، ركز لي عليها الكلمة هذه، لأنه أنا لأنك أنت وقت اللي تشتغل في الكورة 18 سنة و 19 سنة الحلم متاعك، وأنا والدي كان رئيس جامعة ومشي ل 78 للكأس العالم 78 من حمد 78، أنا معناها رفضت وأني نتنقل للكأس أفريقيا، رفضت وأني نتنقل لكأس العالم بعد ما ساهمت على الأقل ب 0.01 لأني عملت التصفيات الكل. أنا كنت حاضر في التيراج وصور متاع الكوب دي مون، وما مشيتش وضحيت بأهم تكريم ينجم يناله عضو جامعي من المسؤوليات، هو يمثل تونس في كأس العالم. برافو، وهذا تحسب ذكاء وهذا للتاريخ. شو قلت اللي احنا ما نحبوش نمارسوش؟ انسحبوا ثلاثة، قداش العدد وقتها كان انسحاب له؟ خمسة القائمة.